بالتزرع بها. إذا هي خلافات بين الأسرة الواحدة. وعندما نقول هتش وهيئة تحرير الشام، هناك تذكروا اسما واضحا في هذه العصابة، هو أبو مريم القحطاني الجبوري، هذا الرجل عراقي، وهذا الرجل هو المسؤول الأمني الأول في هيئة تحرير الشام، والعراقيين يعرفون بعضهم، ولدى القحطاني العديد من المقاتلين العراقيين الذين كانوا معه في عصابة الدولة الإسلامية في العراق، الذين يعرفون البغدادي معرفة جيدة، ويعرفون أركان تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان في العراق ومن ثم أصبح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو الخلافة كما يسمونها. فعندما يأتي إلى إدلب البغدادي أو قردش، هناك مناصرين له، أو إلى ريف إدلب، وهناك أيضا أمان بالنسبة له، لأنه يأتي بعلم المخابرات التركية التي تسيطر على كل المنطقة الحدودية، والتي تقتل حتى طير الحمام، الطائر الذي يطير فوق الحدود تقتله. هناك أطفال ونساء سوريين قتلتهم الجندرمة التركية على الحدود، وهم لا يحاولون دخول الحدود، لا يحاولون دخول تركيا، قتلتهم فقط اشتباها بهم لأنهم يحاولون دخول الحدود. إذن يأتي إلى مكان أولا مؤمن عسكريا ومؤمن أمنيا، وهناك حاضن له وداعمين له، ولكن هؤلاء الداعمين يخونونهم. يعني أستاذ ربيع عفوا، قد يتساءل، قد يتساءل